الفتح يعرقل الأهلاويين والشباب ينطلق إلى صدارة زيد عبر الطريق السريع. الرائد يفتح جروحا جديدة في جسد الاتحاد، والفيصلي وهجر يتقاسمان نقاط المباراة. لاعب أهلاوي شاب يحترف في البرتغال وأمانة الكرة ترفض تقسيم المدرجات في كأس ولي العهد. الحالة النفسية ترجح كفة سبيع الاتفاق على سهلاوي النصر، ودماء الأخضر الجديدة تحمل تطلعات السعوديين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أبرمت إدارة نادي الأهلي اتفاقية مع نظيرتها في نادي سبورت كلب ماري البرتغالي، أحد أندية الممتاز تتضمن احتراف مهاجم فريقها لكرة القدم لدرجة الشباب صالح يحيى الشهري من مواليد 1993 في صفوف النادي البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، وذلك ابتداء من الأول من يوليو المقبل. وتأتي رغبة إدارة النادي الأهلي متوافقة مع رغبة اللاعب ووالده بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في البرتغال من أجل تطوير أدائه الفني وتأهيله وصقل موهبته، وذلك من أجل الاستفادة من إمكانياته في الفترة المقبلة مع الأهلي، لا سيما وأنه تم توقيع عقد احترافي معه يمتد لمدة 5 مواسم. وخضع اللاعب صالح الشهري لتجربة ميدانية بالنادي البرتغالي برفقة والده ووكيل أعماله إبراهيم الموسفي الفترة الماضية، نالت إعجاب الجهاز الفني للفريق البرتغالي الذي أوصى بالتعاقد معه. تلقت إدارة نادي الهلال خطابا من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بعدم تقسيم مدرجات استاد الملك فهد الدولي خلال المباراة النهائية لكأس ولي العهد، والتي تجمع الهلال بشقيقه الاتفاق مساء يوم الجمعة المقبل، حيث أوضح مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بنادي الهلال أنه تقرر تخصيص مدرجات جنوب وشمال المنصة الرئيسية لروابط مشجعي الفريقين، في حين ستكون بقية المدرجات مفتوحة لجميع الجماهير الرياضية الراغبة بحضور المباراة. من جهة أخرى، أبرمت إدارة نادي الهلال عقدا احترافيا مع لاعب الفريق الأولمبي المدافع الشاب رضوان الموسى، ينضم بموجبه لقائمة محترفي الفريق الهلالي لمدة 5 سنوات، حيث تم رفع أوراقه في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية والتي أغلقت يوم أمس في 6 فبراير، إضافة إلى اللاعبين حسام الحارثي وخالد الكعبي لاعبا الفريق الأولمبي. أكد الصربي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم أن فريقه لا يتأثر بغياب أي عنصر ويلعب كفريق واحد، وذلك في رده على سؤال عن احتمالية غياب الثنائي لازاروني وسبيستيان تيغالي عن مواجهة فريقه الخطابي الجمعة المقبل في نهائي مسابقة كأس ولي العهد، وأبدى أمله أن يعود من الرياض إلى المنطقة الشرقية بالأخبار السعيدة بتحقيق اللقب. وبين برانكو أن الفريق الاتفاقي قدم مباراة كبيرة أمام النصر أمس رغم غياب أكثر من 5 لاعبين، مبينا أن ذلك يدل على أن الاتفاق فريق قوي ويملك لاعبين مميزين في صفوفه. كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم إيطالي لقيادة المباراة النهائية لكأس ولي العهد السعودي، والتي ستقام بين فريقي الهلال والاتفاق على استاد الملك فهد الدولي في الرياض يوم الجمعة المقبل. ويتألف طاقم التحكيم من حكم الساحة نيكولا ريزولي وحكم مساعد ثاني روبرتو ماريا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للسعودي برع العواجي. وحكم الساحة نيكولا ريزولاي من مواليد 5 أكتوبر لعام 1971، وتقلد السارة الدولية في الأول من شهر يناير لعام 2007. رجحت مصادر من داخل أروقة نادي الرائد رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حمد الصقور إلى نادي آخر بعد انتهاء عقده الحالي في ظل الوضع الفني الذي يعيشه الفريق ومروره بالعديد من الظروف التي جعلته يواجه خطر الهروب من الهبوط في أكثر من مرة. وبينت المصادر نفسها أن اللاعب لم يحسم الأمر حول وجهته المقبلة في ظل مفاضلته بين نجران والفيصلي والقادسية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بداية هذه الحلقة الخاصة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو منصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي بصحيفة الحياة. مساء الخير منصور. مساء النور والسرور ومرحبا بالجمهور الكريم اللي يتواجد معنا. سعيدين بوجودك معنا اليوم. سعيد أكثر بوجودك. كابتن نايف العنزي المحلل الرياضي الشهير مساك الله بخير. يا أهلا مساك الله بالنور. مساك الجمهور اللي يعني لأول مرة تواجد في برنامج في حضور مثل هذا الجمهور. احنا اليوم عندنا حلقة خاصة بوجود الجماهير في استوديو برنامج كرة. قدمناها تجربة سابقا لقت نجاح، وعدنا أنه في كثير من الحلقات راح يكون عندنا أيام كذا معينة في فترات معينة يكون فيها الجمهور يتواجد معنا في الاستوديو يعبر عن رأيه، يقدم وجهة نظره، يناقش الضيوف في وجهات النظر. طبعا التجربة الماضية نستفيد ونتقدم ونشوف وش الخلل اللي فيها ونطور. وصلنا مع فريق العمل، طبعا في الفترة الماضية كنا نتواصل عن طريق تويتر أنه اللي يبغى يحضر في الاستوديو حياه الله. فريق العمل في البرنامج قالوا لا، انه خلينا نفتح المجال يكون فيه زي ما يقولوا زي البرلمان محاصصة يعني بين الأندية. تواصلنا مع مجالس الجماهير، في عندنا ناس من مجلس الجمهور الهلالي، ناس من جمهور مجلس الجمهور النصراوي، ناس من مجلس الجمهور الاتحادي، واللي عندهم مباريات اليوم اعتذرون انهم بيكونوا متواجدين يأدون واجبهم في مع أنديتهم. وحيستمر هالموضوع، راح يكون في معانا من الفتح ومن هجر ومن الفيصلي ومن التعاون ومن الرائد في حلقات الجماهير القادمة عن طريق مجالس الجماهير، لأنه إحنا نبغى ناس تمثل الجماهير بشكل رسمي وبالشكل هم يقنعهم أنه والله هذا يمثلنا وهذا مجلس الجمهور وهذه آراءنا، يتواجدون معنا في البرنامج ويعبروا عن آراءهم. أبدأ بأخبار شوت عشان ما نأخذ كثير من الوقت. شهر الأهلي يحترف في نادي برتغالي، اللاعب من مواليد 93 و900 و1000 وراح يحترف في صفوف النادي البرتغالي سبورت كلوب مار، ان شاء الله كنت تكتسمه صح، لمده موسم ونصف على سبيل الاعاره ابتداء من الاول من يوليو، يعني على نهايه موسمنا يتوكل على الله اللاعب. وتأدي هذه الرغبه مثل ما قلنا في اخبار شوت متوافقه مع رغبه اللاعب ووالده، يعني والوالد هنا لازم نقول له الف شكر، يعني عنده هذا النوع من التفاهم للاحتراف الرياضي، وإنه يبغى يحترف البرتغال للتأهيل وصقل الموهبة. منصور، تجربة بكل تأكيد جميلة تلحق بتجربة عبد الله الحافظ، وأيضا عبد الله الحافظ يعني يجد دعم من والده بنفس الآلية والطريقة. وجود لاعبين سعوديين في دوري واحد ربما يلفت الأنظار إلى اللاعبين السعوديين، لأنه إحنا عندنا ثقة كبيرة إنه اللاعب السعودي يمتلك مهارات وقدرات عالية من الممكن أن يعني تطور خارجيا وتصل إلى مراحل أبعد متى ما وجدت الفرصة بشكل باكر. لكن الأوروبيين لا يمكن ينظرون إلى اللاعب السعودي لأنه ما في تجارب سابقة. احنا نعرف أنه التجربة المصرية مثلا بعد وجود وبروز أكثر من نجم مصري صار وكيل الأعمال الأوروبي يبحث عن اللاعبين المصريين. الأندية عندما يقدم لها سيرة ذاتية اللاعب مصري تنظر لها بشكل يعني مختلف، ربما يكون مثل اللاعبين الذين نجحوا. كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لا شك يعني نتمنى انها تكون البدايه الحقيقيه لاحتراف اللاعب السعودي. لاعبين صغار هذا يعني هذا الوقت اللي يعني مفروض ترسل في لاعب بالضبط، يعني يتاسسون باحترافيه صحيحه. الانديه لم يعني تعتمد عليهم اعتماد كلي بحيث لا تجد مطالبات سواء جماهيريه او اعضاء شرف ببقائهم. اللاعب السعودي ربما يمكن اللاعب الأفريقي أو اللاعب شمال الأفريقي بالنسبة للكرة الأفريقية هي سبقتنا، ليس بالفوارق الفنية، يمكن حتى اليابان وكوريا الآن يلعبون في أقوى الدوريات في ألمانيا وفي إيطاليا وفي يعني إنجلترا، يعني في بطولات على مستوى العالم. هو ليس الفارق بذاك الكم اللي يجعلنا لا نجد ولا لاعب سعودي يحترف في دوري أوروبي. لا شك ربما يكون في يعني معطلات أو أسباب كثيرة، لكن نتمنى وهي دافع بالنسبة للاعبين الصغار. نجاح عبد الله الحافظ أو صالح الشهري هو يدفع اللاعب الصغير بأنه يعني عنده القدرة وعنده الإمكانية. أحيانا قد لا تتبادر إلى يعني قناعة الشخص إلا حينما يشاهد يعني لاعب من نفس الجيل من نفس بلده، يعني توصل له القناعة التامة بأني بالإمكان أني أوصل لما وصل إليه. وحتى الأهالي ممكن لما يشوفون تجربة ناجحة أكيد طبعاً شوي. الأهالي ربما يمكن في تغير مفهوم المجتمع لكرة القدم بعد يعني الاحتراف وبعد الطفرة اللي أصبح بعد الفلوس أصبح اللاعب يتقاضى مبالغ هي بالنسبة لأولياء الأمور للمجتمع ككل هي مجزية
وبل يعني مربحة إلى أبعد ما تخيله. تستحق ال لا شك تستحق. طيب كرة القدم هي موهبة وفن. خلينا نبدأ ونأخذ رأي الجمهور. ممكن ينجح لاعب سعودي في تجربة احترافية خارجية مثل هاللاعب أو غيره من اللاعبين؟ تفضل. أول شيء بسم الله أشكرك أختارك على تحت فرصة الجماهير. أول شيء قبل ما أجاوب عليك إنه ينجح ولا ما ينجح، عندنا إحنا مشكلة اللاعب السعودي، يعني هي لازم أول شيء عقلية اللاعب السعودي، هو لم يطبق العقلية الاحترافية للرياضة الكرة. أي. يعني هي حتى التمارين، حتى الأندية الكبيرة الآن مثلا النصر ولا الهلال، تمارينهم تلقى بالصباح يعني ساعة ساعتين، بالمساء ساعة ساعتين، يعني الاحتراف يعني يبيله الرياضة. ارساله صغير في السن، رفعنا المايك شوي بس الله يخليك. ارسال اللاعب صغير في السن هذا ما يساعد على تغيير الفكر الاحتراف اللي انت تتكلم عنه. بس ان شاب في عمره في مواليد 93، تكلم عن كم احنا 19 20 سنه ولا لا او 19 سنه، هذا ما يساهم انه يغير فكره الاحترافي؟ ما تشوف انه ممكن يطور شوي وياثر في غيره؟ نقول ان شاء الله، بس يعني اللي بينجح نصف المية اللاعب السعودي الان. نصف المية؟ نصف المية. منصور؟ لا، نصف المية انا اشوف عدد قليل، خاصه اذا كان لاعب صغير في السن. احنا لازم ما نطلع اللاعب عن المجتمع ككل. يعني في السابق ما كان في يعني حتى على صعيد الموظفين سعوديين يشتغلون خارج المملكة العربية السعودية أو يبحث عن فرص وظيفية خارجية. الآن عقلية الشاب اختلفت، عنده الاستعداد، عنده الرغبة. ثانيا وجود لاعب صغير في السن عنده رغبة وطموح كبير جدا أنه يؤدي، وأنا أعتقد وجود اثنين في دوري واحد ربما يعني يدعمان من الناحية النفسية بعضهم البعض، يعني يسندون شوي، يسندون أكثر بكثير طبعا عن وجود لاعب وحيد. طيب. فريد، الخبر الثاني معنا في شو تبدأ فيه معك نايف الأمانة؟ ممكن بس أعلق؟ تفضل علق. ايه. طبعا يمكن الكلام اللي ذكره الأخ يمكن غالب الجمهور أو غالب الشارع السعودي الرياضي يردد مثل هذا الكلام بأن اللاعب السعودي اللاعب السعودي اللاعب السعودي. هل يعني الموظف السعودي اللي في أرامكو أو في سمارك أو في مثلا سابك أو في الشركات الكبرى ألا يتعامل باحترافية مثل الأجنبي وبدقة متناهية وعالية جدا؟ صحيح. إذن الخلل ليس في الشخصية، الخلل في السيستم، في العمل في الأندية. أنا أعطيك مثال. من يدير الاحتراف هم موظفين وبعضهم في يعني مراتب عليا في الدولة، كيف لاعب محترف يدير موظف؟ هو بعيد عن مجال الرياضة، هو غير متفرغ، بالتالي تنعكس. يمكن مثل ما ذكر مسألة التمارين، مسألة أنا مثلا لو أنا أفرض أني أنا مثلا مدير الكرة في نادي الشباب وأنا مدرس في الصباح، لا يمكن أني أستطيع أن أبرز قدراتي وأتعامل بالكيفية اللي يجب أن أتعامل فيها باحترافية، لأن عندي شغلة ثانية لا يمكن أن أتفرغ. مدراء الاحتراف في كل الأندية على ما أعتقد يمكن الغالبية هم موظفين، فبالتالي من يديرك هو غير محترف. يعني أنا أرى الخلل ليس في شخصية اللاعب السعودي. أوكي. الخبر الثاني، الأمانة تعلن تقسيم المدرجات في نهاية كأس ولي العهد. هذا الموضوع يروح يجي يروح ويجي، 50% 30% 70%، كل سنة عندنا نظام، كل سنة عندنا شكل، كل مباراة عندنا تنظيم. أرهق الجمهور وأرهق أنفسهم ولغط مستمر. ليش ما ينحط سيستم واضح في المباريات النهائية، في المباريات العادية، في الرياض، في جدة، في الشرقية، على أرضك بدون جمهور؟ ليش ما ينحط سيستم ويريحونا من هذا الموضوع؟ خلاص يعني الجمهور، هذا المواضيع اللي دائما تقلب الجماهير وتزعلها. سنتركي المشكلة يمكن يعني في أوروبا لا نشاهد مثل هذه الأشياء. ليش؟ مثلا أنا خليني أتكلم بالمحلي مثلا. نفرض الهلال عنده قاعدة جماهيرية، أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب عندي قدرة على يعني توزيع تذاكري. أنا مثلا مباراتي مثلا نفرض الهلال يلعب الأسبوع هذا مثلا مع الاتحاد من جدة، إذا الدخل لي والمبيعات لي، لماذا التوزيع أو المبيعات تكون قبل المباراة 24 ساعة أو 48 ساعة؟ ليش ما يكون هذا من فترة لكي أنا أسوق لنفسي؟ يعني عملية إن أول شيء أنا ضد التقسيم، طالما أن المباراة على ملعبي في جزء يعني خلينا نقول 20% 30% أيا كانت النسبة، هذه يمكن للفريق ضيف زي ما هو معمول في كل دوريات العالم. لكن التسويق لي يعني أنا اللي أبيع تذاكري، لكن تجلس عملية قبل المباراة بيومين ويتدافعون ويتداخلون بعدين يعطونك سبب، أنا في وجهة نظري يمكن إذا يشاركون غير مقنع. إذا نفرض أن مثلا ملعب الأمير عبد الفيصل يقول لك 17,000، إذا أخذنا ملعب البرنابو مثلا
اسبانيا اي في اسبانيا لو تقيس عدد حضور مثلا ريال مدريد وبرشلونه وتقول هذا 60,000 يعتبر كانك تقول 17,000 في السعوديه مقارنه بالعدد او الشعبيه الكبيره اللي ورغم ذلك تجد التسويق يعني تشتري التذاكر من النت او عن طريق النادي من فتره طويله. طيب احنا نشاهد يمكن حوادث ما قبل المباريات. صحيح، عندنا احد هنا من جمهور الهلال، مباراتكم امام الاتفاق في نهائي كاس ولي العهد والان حاطين التقسيم وانت تتكلم يعني عشان ما في معانا اتفاقيين هنا ما نبيك تاخذ حق الاتفاقيين في وانت تطرح وجهه نظرك. موضوع التقسيم مزعج بالنسبه لكم سواء في الرياض ولا في جده ولا في اي ملعب، تبون تقسيم ولا ما تبون تقسيم؟ بصراحه بالنسبه لموضوع التقسيم ننظلم فيه انا كجماهير الهلال وكل جماهير انديه العاصمه، جماهير انديه العاصمه تطلع جده تاخذ 20% من المقاعد. احنا المباراه فاتت الاهلي والهلال اللي انت في جده انتهت 1-0 الاهلي كانت 20% لجماهير الهلال محدد كذا في الملعب من الاتحاد السعودي او مكتب عاد الشباب 20%. احنا بيننا وبين مجالس الجماهير في تفاهم، يعني احنا كنا في جده قبلها بيومين تفاهمنا مع الاستاذ سعود برقاوي رئيس رابطه النادي الاهلي اعطاني 30% زياده اعطاني اياها برعايه الشباب وهذا رئيس رابطه. في تفاهم بين روابط وبين اشياء وديه يعني اشياء وديه ننسقها احنا، اما معلش يجيني الاتحاد يعني انت في جده بعد اسبوع مباراتي يعطيني 20% بس، يجيني المباراه الاخيره الاتحاد ياخذ لي 3 درجات من الواجهه بنسبه تقريبا ل 45 ل 35%. وبعدين الاتحاد السعودي ايش يعرف عن ثقافه الاتراس؟ عشان يوضع الاتراس يميننا ويسار منصه، الاتراس تشجيع جماعي. تشجيع جماعي لكافه الجماهير، تحط لي يمين منصه يا اخي تحط اماكن اوكي تكلم روابط عده طبول حطها يمين منصه حط في الخطاب كذا، اما تكتب لي اتراس اللي هو معروف كل العالم اتراس تشجيع جماعي انه يقود مجموعه كبيره مجموعه من كامله تقريبا 30 ل 40,000 مشجع تحطهم في مدرج يمشي ل 3,000 تحكر شغل اتراس. طب انا عندي في المباراه النهائي عندي شغل مكلف مسويه على مدر على الواجهه كامله ومتفق مع رئيس رابطة الاتفاق الاستاذ احمد الخضيري ان الواجهه ما يقربوها حيقعدوا يسار منصه هم متفقين انتم فيما بينكم متفقين ومتكلمين ومتفقين منتهين من الامور دي كلها. قبل اي مباراه في النصر اتفاق الاهلي الشباب في تعاون بين المجالس وبين الروابط والاتراس. انا شفتكم قبل الاستوديو قبل الاستوديو في تعاون بين كل الشباب من مجلس جمهور النصر ومجلس جمهور الهلالي ما في تعصب يسلمون على بعض ما في تعصب يا استاذ تركي بين في بين فيكم تفاهم ودي في بينكم في تفاهم ودي في ترابط بيننا في مباريات المنتخب في مباريات ننسق نتفاهم نوزع العمل عشان لا تصير في مشكلتكم وين انتم طيب مشكلتنا في الجهات الرسميه الجهات الرسميه امن الاتحاد السعودي رعاية شباب دوري المحترفين طيب يعني معلش عندك اقل حاجه علبه المي قلبت مويه في ملعب ولا تدخلها ملعب ولا تدخلها مفتوحه ملعب ولا تدخلها مسكره ما انت عارف نظامهم. انا قلت لكم قبل الحلقه اذا بكره تسمحوا لنا اعطونا بس هم اعطوكم قلتوا لي تنظيم لمجالس الجماهير اللي هو المسموح ما فيه ما اعطوا تنظيم لائحه تنظيم بممنوعات بس طيب اعطينا قائمه الممنوعات ايوه واضح انه الاصل في المواضيع كلها المنع اعطونا اللائحه هذه او قائمه الممنوعات احنا راح نعرضها هنا في البرنامج ونقول لملاعب المملكة هذه اللي لا تأخذ قائمة الممنوعات في كل منطقة حتجد فيه اختلافات لا هو يقول احنا بناخذ اللي من الجهة الرسمية من اتحاد القدم ولا لا احنا ناخذها ونعرضها وراح نطالب مسؤولي الملاعب من خلال البرنامج ان يلتزمون بهاللائحة. يعني ما ينفع زي ما يقول والله في ملعب تدخل بالموية وفي ملاعب ثانية ما تدخل وملعب يدخل فيه يعطينا الاعلام موضحة سيد تركي يعطينا لائحة موضحة بحقوق المشجع مو بالالتراس او بالرابطه حقوق المشجع صحيح يعني في مشاكل كثيره لو نعرض حلقه ثانيه تسمع مشاكل كثيره طيب. من الامن من التفتيش حاجات كثيره تسمعها منصور زي المستشفى لما تروح تلقى لائحه فيها حقوق المرضى حقوق المرضى فتقرا وتعرف انت نسمي لائحه حقوق المرضى بعد حتى رغم انهم حتى المشجعين يعني. لائحه حقوق المرضى لا صحيح لا بس انا امثل بس يعني ايش التفاوت ايش الموضوع لما تدخل انت ملعب مسموح لك تدخل شيء وتروح ملعب ثاني مو مسموح لا بس يعني زي ما قلنا انه هي ثقافه يعني ثقافه مؤسساتيه موجوده الحين حتى لما انت تيجي تروح على مستوى مثلا البلديات الفرعيه مثلا في مدينه من المدن السعوديه تجد انه البلديه هذه تطبق مثلا لائحه مختلفه عن البلديه الاخرى هذا يعني ثقافه يعني ثقافه مؤسسات موجوده والاتحاد السعودي ومؤسسة حكومية بالنهاية نفس الثقافة نفس ثقافة الوظائف الحكومية موجودة فيه إلى الآن يعني أنا بس بتكلم بس عن الاتفاق بما أنه ما في يعني جمهور اتفاق المباراة مباراة نهائي كأس ولي عهد ليست على أرض الهلال هي مقامة في مدينة الرياض
بالتالي يفترض أنه يتعامل المشجع الاتفاقي مثل المشجع الهلالي على اعتبار أنها مباراة مناصفة. هذا لحظة وضح لها النقطة عشان الناس لازم تفهمها. مباراة النهائي ليست نهاية على أرض الهلال، هي مقامة في الرياض، هي مقامة في مدينة الرياض لأنه سيرعاها ولي العهد حفظه الله، ولكن هي ليست على أرض الهلال. أوكي. هي تنظيما في مدينة الرياض ولكن ليست على أرض الهلال، بالتالي كلا الفريقين يعاملان بالمثل. يعني وجهة نظري اللي يعني أثق فيها تماماً وأعتبرها هي الأصح، لاعتبار أنه يعني هي كلها في النهاية يعني الاتفاق هو في الرياض وفي كل مكان، والهلال هو في كل مكان، والمباراة مقامة في مدينة الرياض، وبالتالي لكل الفريقين الحق في أنهم ينالون نصيبهم بشكل متكافئ. خلينا نروح نشوف قائمة أسماء المنتخب اللي خرجت بالأمس في التقرير الثالث، ثم نعود للحديث مع الضيوف ومع الجمهور. طب لحظة شباب، خلينا نروح في الأخ هنا يبغى يعلق، أعطوا المايك لو سمحتم يأشر ومعليش مصور. السلام عليكم. تفضل حبيبي. بالنسبة لنقطة الأخ منصور حبيت استفسر استفسار. نحن الأخ منصور قال المباراة ليست على أرض الهلال، إذن تذاكر المباراة من سوف يسوقها؟ موبايلي هي الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال. الاتفاق لا يملك أي شريك استراتيجي. هل سوف تسلم نصف التذاكر لإدارة الاتفاق وتسوقها؟ هنا الأمور المادية دائما لا نغفلها في الجانب. إلا إذا فتحت المباراة مجانا عند ذلك. سؤال مهم منصور، عندك خبر عن هل أعتقد لو تتصلون ب عندك خبر هو طرحك السؤال. أنا ليس لدي معلومة واضحة هل سيسوق موبايلي أم سيكون سيسوق موبايلي، ربما يسوق موبايلي ويعطي الحقوق المالية بالتكافؤ بين فريقين، المعلومة ليست واضحة لدي. طيب بشكل لما يسوق موبايلي يجتمع لك الجمهور. الميكروفون وين بس؟ لو سوق موبايلي ايش يضمن لي انا كجمهور اتفاق ان توصلني نسبتي واللي تمكنني من الحضور للمباراه؟ طيب هذا تساؤل واضح. اللي يسمع السؤال تذاكر مباعه في كل اللي يسمع السؤال طيب المتذاكر ما هي موبايلي ولا الهلال. المباراه نهائي ونحن عارفين لها 4 سنين في السعوديه نهائياتكم مسلمه شركه الصله، ما لنا اي دخل فيها، لا نادي الهلال احنا كجماهير والتراس حنشتري تذاكرنا بنفسنا. طيب ما لنا دخل نادي الهلال. وضحت الصوره.